تفضل السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لتكريم ثلة من أبناء الجزائر الذين قدموا التضحيات الجسام في سبيل عزة وشموخ هذا الوطن الغالي. والبداية بمجموعة من أعضاء جيش التحرير الوطني الذين ساهموا في تحرير الجزائر من نير الاستعمار البغيض، وواصلوا جهادهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي إلى غاية استفادتهم من حقهم في التقاعد. وأدعو اللواء المتقاعد كمال عبد الرحمن العميد المتقاعد سالم بن عبد الله، العميد المتقاعد نور الدين بن قرطبي، العميد المتقاعد العربي عليوة، العقيد المتقاعد حمزة عوفي،
العقيد المتقاعد الحسين مساوي. العقيد المتقاعد مسعود سيحية. العقيد المتقاعد علي بجاوي. العقيد المتقاعد محمد مهدي. العقيد المتقاعد بوعلام عزوز. العقيد المتقاعد أحمد الأخضر دريد. المقدم المتقاعد محمد علي بوغزالة.
المقدم المتقاعد محمد طاهر عبد السلام. المقدم المتقاعد عبد القادر بن عاشور. المقدم المتقاعد عمر مشري. المقدم المتقاعد البشير التوتي. المقدم المتقاعد عباس صوشا. الرائد المتقاعد علي ثابت. الرائد المتقاعد عبد الحميد مقراني.
الفئة الثانية.